الجميع هنا يعرف أم مجدي جيدا، تلك المرأة السبعينية التي تسكن وحدها بعد وفاة زوجها في غرفة لا تتعدى مساحتها 5 أمتار، سرير واحد وموقد صغير هو كل ما تملكه في الدنيا عندما يهاجم البرد غرفتها الصغيرة. الأوضاع مش ولا بد، مش ولا بد، زي ما انت شايف كده عيشة ودينا راضين بيها لما ربنا يسهل لنا. هنعمل ايه؟ بطاطين ادي واحدة ودي المفرشة بتاع السرير، والحمد لله على كده بطبق دي 2 وتغطى بيها كده وابدأ القعدة زي ما انا نطر نطرت اجيب كيس نايل والبسه فوق البطاطين عشان ما تبلش. انا استخبيت تحت السرير لاني لن اقدر اقوم احط تراب ولا اسد ولا اعمل حاجه. السقف من كل حته تشوفها بتجيب ميه، هتمشي بقى وطبق في ايدك الميه بترحم حد؟ هبل عنك، ربنا ما يوريكش. الميه زي النار بتزيد. يمكن انا لما اخذ عندي انبوبه صغيره هي رحت املاها قالوا لي ب10 جنيه، ركنتها وسبتها اجيب لها 10 جنيه منين؟ اذا كان اللي في جيبي كله 2 جنيه ونص. كل الهدوم اللي عندي لابساها، ما عنديش غيرها 3 جلاليب وطرحه وشال. لما بتوسخ الفانيه بقلعها اغسلها وما البسها اقلع اللي تحتيها، ده في الايام اللي هي ما بيكونش فيها برد، بس لو في برد ما بقدرش اعمل حاجه خالص. انا لما اخذ عندي القلب، واخد بالك؟ لما بتعب ده يعني كيسه 50 قرش، لما بتعب تملي ده جنبي اخد الواحده عشان اعرف انام، احط دماغي على المخده بردي زعنة اروح قاعد على حيلتين. طبعا اجي اولع البوتاجاز اتدفى عليه فاضي، ولو قلت الواحد ساعدني يقول لك انا مش فاضي او انا سقعان. الشكوى لربنا بقى زي ما تيجي، ادينا بنعديها وايام.